الاعداد كفر عن كل سيئاته في حلقه النهارده، وعمل لي وعمل لك مفاجاه جميله جدا. يعني خلينا نقول الو ونسمع، وكل الجماهير تسمع وتستمتع وتدعي. مساء الفل يا نجم. وحشني يا حبيبي، عامل ايه؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. انت يعني يا مؤمن ما لقيتش غير وليد اللي تعمل معاهم دخله يا مؤمن. ما انا بتحايل، ده انا بقالي 3 سنين يا مؤمن بتحايل عليك يا مؤمن. يا كابتن عامل ايه؟ حبيبي وحشك وليد. جدا. يلا وليد. ازيك يا مؤمن؟ عامل ايه؟ ايه ولا عامل ايه؟ حبيبي طمنا عليك، يا رب تكون بخير. الحمد لله والله. يا رب دايما ربنا يشفيك ويعافيك. اللهم عامل ايه يا مؤمن؟ الحمد لله والله. اخبارك حلوه الحمد لله؟ الحمد لله. معلش قلبي معاك بقى في الفيلم الوحش اللي اتعمل اليومين اللي فاتوا، لكن انت اتعودت بقى مؤمن على الحاجات دي. الحمد لله والله كله خير يعني. يا رب دايما يا حبيبي ان شاء الله. قول لي بقى اجمل حاجه كانت في وليد سليمان ايه يا مؤمن؟ لا هو وليد كلام كان جميل، نجم كبير محترم. نعم. حتى هو في القطاع. نعم. شخص جميل وهادي وبيعلم اللعيبه حب النادي وبتاع. اجمل كان اناني وليد، كان اناني يا مؤمن؟ لا خالص يا راجل يا راجل، مش كنت بتقولي ما كانش بيرضى يبصيلك ويوصلك للجول يا راجل؟ لا احنا مش كنت انا ووليد. دي حقيقة. كنت دويتو يا وليد؟ دي حقيقة. يعني مؤمن حاجة كبيرة جدا، ولاعب كبير جدا، ولاعب تاريخه كبير جدا في النادي الاهلي، ومن ضمن من احسن الهفوات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، اللي عملت بوكس تو بوكس. يعني ما صحيح. حدش كان بيعمل الكلام ده. يمكن بشهادات كل الناس اللي كانوا بيقولوا مؤمن من افضل الناس اللي جت في الحته دي، اللي عمل مجهود كبير جدا وعمل اجوال كتير جدا وعمل عمل سنين كتير جدا حلوه في النادي الاهلي، وتاريخه كبير جدا وحاجه عظيمه جدا مؤمن. يعني ايه اهم ميزه كانت بتميز وليد يا مؤمن؟ ان هو كان بيرغم على الفرقة والنادي، دي اهم حاجة. نعم. طيب كان بيرغم على النادي وكل ماتش عايز يكسب، ودي احلى حاجة يعني. نعم والله، هو احلى حاجة انت يا مؤمن والله العظيم. هو اجمل حاجة، او اجمل حاجة ان انت، واجمل حاجة ان احنا بنسمعك، واجمل حاجة ان احنا بنطمن عليك، واجمل حاجة ان احنا بنفرح بيك، واجمل حاجه ان احنا بنطمن الناس عليك وانهم ان انت قوي واسد وبطل وزي الفل يا مؤمن. لا الحمد لله والله. عدت المشكله دي على خير الحمد لله لا الحمد لله والله. ناس ما عندهاش. طب طمني عليك، يعني الدنيا ماشيه ازاي معاك يا مؤمن؟ طمنا وطمن ناس بتحبك قوي يا مؤمن. حبيبي والله. لا الحمد لله والله. مؤمن عليك عصبيه الايام دي وبس. شغال في العلاج يا مؤمن؟ الحمد لله. بتروح سموحه لسه؟ بتروح وانا بروح الاهلي. وراحك بيجي على الاهلي عندنا في القطاع. برشح لنا لعيبه عينه كويسه جدا. عينه كويسه جدا والله. لسه بتختار لعيبه يا مؤمن وبتقول لهم ده كويس وده مش كويس وكده؟ دي حقيقه اهو. الحمد لله ما شاء الله. بيقول لي دوره ايه في الجهاز؟ هو هو نائب رئيس قطاع. دوره كبير جدا ومهم جدا، ولما بيجي بنحاول يعني بنستفاد منه، بيرشح لنا لعيبه وهو بيشوفها. طبعا. بيجي كل قد ايه؟ بيجي كل مثلا كل ما يبقى فيه ماتشات، هو الجدول معاه. في ماتشات ليه جاي، حتى يعني في اوقات بنقول له رايح نفسك، يقول لي لا انا حابب اجي. وابتدى عارف كل اللعيبه اللي متواجده في القطاع. ما شاء الله عليه يعني، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. مؤمن حاجه كبيره جدا يعني، وجاب لنا السنه دي 2 لعيبه كويسين جدا يعني. الواد مالك هيطلع لعيب جامد زي ابوه يا مؤمن؟ ان شاء الله ان شاء الله. مؤمن مؤمن كلنا بنحبك يا حبيبي، وانا مبسوط انك اخترت كابتن وليد، عشان وليد ده ليه معزه خاصه عندي. تخيل انه اول لقاء، انا بقالي قد كده ما عملتش معاه لقاءات، كل مره كان بيهرب مني. ده شرف. فالحمد لله ان انت موجود النهارده، هو موجود معايا النهارده، وبنحبك يا مؤمن. ونفضل نغني لك وندعي لك يا حبيبي ان شاء الله. انا عايز اقول حاجه يا ريت. عودة بابا المجال الاعلام. عودة بابا المجال الاعلام على حضرتك. حبيبي ربنا يخليك يا مؤمن. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي. ربنا يخليك
حبيبي ابوس على دماغك يا حبيبي. ربي يشوفك. مش عايز اي حاجه اي حاجه اي حاجه حبيبي. ربنا يخليك والله. حبيبي يا مؤمن، ربنا يخليك يا مؤمن. متشكر يا مؤمن جدا جدا حبيبي. جميل مؤمن يا رب. لا دي حاجه فعلا مؤمن، حاجه جميله جدا. داخل على فكره. لا ابن حلال متربي حاجه جميله جدا، يعني محترم قوي مؤمن، يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ربنا يسهل حاجات كتير حلوه كابتن والله.